يعني أيضا صراخ نساء العائلة على ما تقوم به جرافات الاحتلال من انتهاكات بحقهم. إذن فاجعة جديدة في مدينة القدس بتنفيذ عملية هدم جديدة في بلدة الطور شرق البلدة القديمة. تتم عملية الهدم أمام أعين ساكني هذا المنزل المسكون يبدو من سنوات. يعني سنحاول بعد قليل الوصول للعائلة والحديث عن تفاصيل عملية الهدم وقرارات الاحتلال الجائرة بحقهم. إذن منذ بداية هذا الشهر أكثر من 10 عمليات هدم لمنشآت سكنية وتجارية في مدينة القدس، ليزداد العدد اليوم بهدم هذا المنزل. يعني بالأحرى نتحدث عن بناية سكنية والهدم للطابق الأول المكون من شقتين تعيش فيه عائلتين. تعود ملكية هذه البناية لعائلة كرامة من بلدة الطور. الشمال